وما قبل اللقاء ينضم إلينا من موسكو مراسلنا يوسف بيجار. يوسف، أهلا بك. منتخب قوي بحجم بلجيكا بالتأكيد مهمة صعبة أمام نسور قرطاج وليست بالمستحيلة. كيف تتابع الجماهير هذه المباراة؟ نعم زميلي محمد، قرابة 28 ألف مشجع تونسي توجهوا منذ الساعات الأولى إلى ملعب سبارتاك موسكو، أين سيشهد هذا الملعب مباراة تونس أمام بلجيكا. المدرب البلجيكي روبرتو مارتينيز قال بالأمس بعد التدريبات التي أجراها على هذا الملعب بأنه سيدخل المباراة وكله عزيمة وكله حذر أمام المنتخب التونسي الذي أبان على قدرات هائلة أمام الإنجليز وخسر بهدفين لواحد في الوقت الإضافي. كذلك نبيل معلول أكد لوسائل الإعلام بأن تونس ستلعب كل حظوظها وستمثل العرب أحسن تمثيل ممكن، ستحقق نتيجة إيجابية تضمن لها البقاء في المنافسة للتأهل للدور الثاني. طبعا الجماهير صنعت الحدث منذ الأمس، غصت بها شوارع موسكو وخصوصا الساحة الحمراء أين تفاعلت الجماهير التونسية مع المجتمع الروسي هنا وباقي المشجعين للمنتخبات الأخرى. بالفعل الجمهور التونسي العلامة الكاملة بشهادة الجميع منذ الأمس وهم يشجعون كتيبة نبيل معلول. هناك الكثير باتوا بالقرب من ملعب سبارتاك لمؤازرة الفريق التونسي، خاصة وأن هذه المباراة تعد مصيرية بالنسبة لتونس، لا تقبل القسمة على اثنين، إما الفوز أو التعادل لا بديل عن هذه النتائج للبقاء وللمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني، خاصة وأن هذه المجموعة تضم بلجيكا وإنجلترا وبنما. المدير الفني لبلجيكا قال بصريح العبارة أن تونس ليست بنما، هو يعرف جيدا كرة شمال إفريقيا ويعرف أن المنتخب التونسي يلعب كرة حديثة سريعة، يبني الهجمات من وسط الميدان ويدافع بطريقة جميلة، وبالتالي فإن هناك أمل كبير للتونسيين أمام بلجيكا. صحيح أن بلجيكا تزخر بمواهب عديدة، لوكاكو، هازار، لكن ما يقوله الخبراء بأن المنتخب البلجيكي يفتقد لشخصية البطل، وهذا ما يصب في خانة المنتخب التونسي ربما لإحداث الفارق. مباغتة تشكيلة بلجيكا بهدف واللعب في الدفاع طيلة أطوار المباراة للظفر بنقاط المباراة الثلاث وللبقاء في المنافسة على البطاقة الثانية للدور الثاني. هناك ملاحظة أخرى، الجماهير العربية من مصر، من المغرب ومن السعودية كلها تقف اليوم أمام المنتخب التونسي الذي يمثل العرب، بقي فقط منتخب تونس ليمثل العرب من أجل المنافسة على البطاقة الثانية للتأهل للدور الثاني. أجواء رائعة جدا صنعتها الجماهير العربية كما قلت، من تونس، من الجزائر، من مصر، من العربية، من السعودية، كلهم يقفون وقفة الرجل الواحد مع المنتخب التونسي أمام الشياطين الحمر، ونأمل بأن ينصرنا الله اليوم على الشياطين الحمر. زميلي محمد. نعم يوسف بيجار، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.